يبدو لي أن الجهة جاهزة. They all set for race number one. Stand by. The Roof and Racing انطلق أول أشواط الأمسية في عام 2019 من مسافة الفايف فور لونج سبرينتر بمشاركة خمس من الجياد لعمر الأربع سنوات فقط لا غير بانطلاقة جيم ريكفورد هو الذي يتصدر السباق من البداية بينما تلحق به ثانيا بورا ستيبس مع الفارس أندرو إليد لندن لوك في المركز الثالث ميالي رابعا بينما أوستن باورز في المركز الخامس إذا ثلاث جياد في موقع واحد جيم روكفورد لندن لوك وبورا ستيبس بينما هنالك ايضا محاولات من قبل اوستن باور مع الفارس روبرت تار بينما انطلاقة هنا لندن لوك ينطلق في هذه اللحظات بينما انطلاقة لندن لوك الان مع الفارس عبد الله فيصل بالشعار الاخضر والاصفر وهنالك ايضا محاولات من قبل اوستن باور مع الفارس روبرت تار اذا اوستن باور هو الذي يتصدر السباق ايها المتابعون الكرام لندن لوك في المركز الثاني وبوراستي في المركز الثالث لكن اوستن باور من ينتزع اول اشواط الامسيه بقياده موفقه من روبرت تار وتدريب جابر رمضان. Set for race number two. Stand by.
Gates Open, The Aruf and Racing انطلق الشوط الثاني على كاش شركة ألمنيوم البحرين ألبا من مسافة 1200 متر للجيادة اللوكال إنتاج محلي لعمر 3 سنوات فقط بانطلاقة صدارة هي التي تتصدر سباق من البداية بقيادة الفارس بريد دول. المركز الثاني يتواجد المرشح الثاني جناح مع الفارس روبرتو ترفا في المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنالك أيضا لدينا صفوة بقيادة فارس أندرو إليت ريادي في المركز السادس، بينما ولاية في آخر الجياد. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، 600 متر ما تبقى من السباق ولا تزال الصدارة مع صدارة مع الفارس بريد دوي بشعار الأولاد. ها هي انطلقت الآن، وهنالك أيضا محاولات من قبل صفوة بقيادة الفارس أندرو بالكاب الأخ الأسود وأيضا جناح في المركز الثالث، لكن الصدارة مع بريد دوي على صدارة هذا الشوط. صدارة هي التي تتصدر صدر السباق أيها المتابعون الكرام، سلالة هيلمت على صدارة هذا الشو، وصفوة أيضا قادمة بقوة مع الفارس أندرو إليد، لكن صدارة مع بريدو بكل سهولة وريحية من تنتزع ثاني أشواط الأمسي على كأس ألمنيوم بالبحرين ألبا. إذا المرشحة الأولى صدارة بشعار الأولاد سينديكيت هي من تنتزع ثاني أشواط الأمسي بقيادة موفقة من الفارس بريدو.
الثالث على كأس المحافظة الجنوبية بمشاركة 6 من الجيادة العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو بعد انسحاب أيضا الجلابي 1704 مع الفارس ديريك ديفيد. إذن انطلاقة موفقة لست من الجيادة العربية الأصيلة من مسافة الفايف فور لونج بانطلاقة المرشح الأول عبيان 1702 مع الفارس روزي جيسب. المركز الثاني الجلابي 1656 في مع الفارس حسين مكي. المركز الثالث هنالك أيضا لدينا الحمداني 1680 الذي انطلق من وسط الجياد مع الفارس أندرو إليل. ومن الجانب الآخر مصنان 1719 مع الفارس بريد دويل. فعلا أيها المتابعون الكرام هنا الحمداني 1680 مع الفارس أندرو إليل، وهنالك أيضا محاولات من قبل المصنان 1719 مع الفارس بريد دويل خطوة بخطوة. الحمداني من جانب السيال، ومن الجانب الآخر هنالك لدينا الجواد لدينا مصنان، وأيضا من الجانب الآخر حيلان عافص 1708 مع الفارس عبد الله فيصل. من ينتزع ثالث أشواط الأمسية بقيادة موفقة من الفارس عبد الله فيصل؟ إذن حيلان عافص 1708 بشعار فيكتوريوس وتدريب يوسف طاهر. We'll be right back.
زياد يبدو لي جاهزة لانطلاقة الشوط الرابع. The Orofan Racing انطلق الشوط الرابع لك شركة الألمنيوم البحرين ألبا من مسافة 2200 متر بمشاركة ثمن من الجياد اللوكال إنتاج محلي لعمر 3 سنوات وما فوق للفرسان المتمرنين برانتس جوكيز. بانطلاقة الجولان هو الذي يتصدر السباق من البداية، يلحق به ثانيا المرشح الثاني بولسار سلالة نايف في المركز الثاني مع الفارس صادق حميد. دليل يأتينا ثالثا سلالة سيتي سكيب، هنا تتغير المراكز، هنا تذهب الصدارة الآن لمصلحة دليل مع الفارس عدنان جعفر، ويأتي في المركز الثاني بجانبه الجولان بقيادة الفارس علي حسن عباس. المركز الثالث تتواجد لزام مع الفارس أحمد مكي. المركز الرابع هنالك نايت أندي مع الفارس عبد الرحيم جاسم شامل في المركز الخامس، بينما سادسا يتواجد أيضا لدينا الجواد ريتورد أحد أبرز المرشحين في هذا الشوط. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع دليل سلالة سيتي سكيب على صدارة هذا الشوط مع المتمرن عدنان جعفر. يلحق به ثانيا الجولان بقيادة الفارس علي حسن لزام في المركز الثالث، وبجانبه بمحادات السياج يأتينا هاي رولر ونايت أند دي في المركز الخامس. المركز السادس لدينا شامل، والمركز السابع أيضا ريتورد وبو بولستار يتراجع إلى آخر الجيادة. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية 600 متر ما تبقى من السباق، ولا زال الدليل هو الذي يتصدر السباق مع الفارس عدنان جعفر. المركز الثاني هنالك نايت أند دي بشعار فيكتوري اسم عبد الرحيم جاسم لزام في المركز الثالث، بينما رابعا هنالك أيضا بولستار بدأ في التقدم، لكن الدليل مع الفارس عدنان جعفر بقيادة موفقة فعلا. أيها المتابعون الكرام، دليل على صدارة هذا الشوط، بينما انطلاقة نايت أند دي مع الفارس عبد الرحيم جازم وبولسار في المركز الثالث. إذن الصدارة الآن مع دليل عدنان جعفر على صدارة هذا الشوط، محاولات أيضا من قبل بولسار ونايت أند دي والريتور، لكن هنا دليل من يخطف صدارة الشوط الرابع بكل سهولة وأريحية. المركز الثاني جاء به أيضا بولسار، ريتور في المركز الثالث ونايت أند دي في المركز الرابع. We'll be right back.
الجياد جاهزة لانطلاقة الشوط الخامس. إذن الجياد جاهزة لانطلاقة هذا الشوط. 1600 متر مسافة الشوط، مبتديات ميدن إنتاج محلي. The all set for race number 5. They are off and racing. انطلق الشوط الخامس. طبعا انطلاقة غير موفقة طبعا للجواد ميامن الذي لم ينطلق من البوابة رقم 3. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع الجواد، لدينا رقم 7 والشاح هو الذي يتصدر السباق مع الفارس علي سمير، بينما تغيرت الصدارة الآن لمصلحة مواري مع الفارس عدنان جعفر. المركز الثاني تواجد المرشح الأول البارع مع الفارس روبرت تارد، والمركز الثالث تواجد جديل بينما جياش ياتينا رابعا، تشيريمي في المركز الخامس، منجز ياتينا سادسا، بينما المركز السابع هنالك الطارق، بينما ثامنا هنالك والشاح. هنا الدخول في المنعطف الاخير الان باتجاه خط النهايه، 600 متر ما تبقى من السباق ولا زال مواري هو الذي يتصدر السباق مع الفارس عدنان جعفر، بينما انطلق هنا لدينا جديل مع الفارس اندرو إليير، ومن الجانب بالآخر هنالك جدلان مع الفارس صادق حميد الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع. إذا من جانب السياج هنالك جديل مع الفارس أندرو إليير، ومن الجانب الآخر هنالك جدلان مع الفارس صادق حميد، بينما انطلاقة الطارق الآن مع الفارس حسين مكي. إذا الطارق هو الذي يتصدر السباق ذو العمر 3 سنوات. إذا الطارق بكل سهولة وأريحية هو الذي يتصدر السباق ويوسع الفارق إلى أكثر من 5 أطوال. إذا الطارق هو بطل الشوط الخامس. المركز الثاني هنالك دخول ما بين جياش وايضا لدينا جديل. المركز الرابع جاء به منجز. اذا الطارق هو بطل الشوط الخامس لهذه الأمسية. We'll be right back.
They all set. Stand by for race number 6. بانتظار انطلاقة الشوط السادس. They are off and racing. انطلق كأس بنك السلام من مسافة الميل بمشاركة 10 من الجيادة المستوردة ثيربريد بانطلاقة المقدم، هو الذي يطير من البداية بقيادة المتمرن عبد الرحيم جاسم، يلحق به ثانيا راج تورتشز بقيادة الفارس حسين مكيسر فيكتورياتينا، ثالثا بينما المرشح الثاني ليد باك روميو في المركز الثالث والمركز الرابع هنالك أيضا بالتيك نايت. إذن هنا ثلاث جياد على موقع واحد، المقدم في صدارة هنا تخطف الصدارة الآن خطوة بخطوة، المرشح الأول والمرشح الثاني خطوة بخطوة، هنا المرشح الثاني ليد باك روميو هو الذي يتصدر السباق، المركز الثاني ليد باك روميو عفوا المركز الثاني يتواجد بالتيك نايت، والمركز الثالث طبعا في سير فيكتور. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، ولا زال المرشح الثاني ليد باك روميو مع جيرالد موسي على صدارة هذا الشوط، بينما انطلق أيضا سير فيكتور من وسط الجياد، ومن الجانب الآخر هنالك أيضا لدينا بالتيك ناين. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا انطلاقة بالتيك ناين مع الفارس عبد الله فيصل هو الذي يتصدر السباق، المركز الثاني هنالك أيضا لدينا ليد باك روميو وسير فيكتور ثالثا، وهنالك أيضا محاولات من قبل إكسكيوز تولينجر، لكن بالتيك ناين المرشح الأول في هذا السباق يقترب من انتزاع الشوط السابع. إذا بالتيك نايت هو بطل الشوط السابع على كأس مصرف السلام. المركز الثاني جاء به ليد باك روميو، إكسكيوز في المركز الثالث، وساجد في المركز الرابع. We'll be right back.
روفاند ريسينغ انطلق الشوط الرئيسي والختامي هنا من مسافة 2400 متر. ها هي الجهات تمر من أمامي ومن أمامكم مرور الكرام من مسافة 2400 متر بمشاركة ثمان من الجهات المستوردة ثيربريت بانطلاقة نايجل كالعادة هو الذي يتصدر السباق الآن من البداية مع الفارس ديريك ديفيد يلحق به ثانيا بريشر بوينت مع الفارس روزي جيس برمونسي ياتينا في المركز الثالث بينما بورت دوغلاس في المركز الرابع تونو بروكي ياتينا خامسا والمركز السادس يتواجد أستاد والمركز السابع هنالك المرشح الأول شوغن الفائز بكأس العيد الوطني بينما جيغن هاجار في آخر الجياد. إذن هذه هي الصدارة وهذه المراكز حتى الآن ثابتة ولا زال نايجل ذو العمر السبع سنوات هو الذي يتصدر السباق مع الفارس ديريك ديفيد. المركز الثاني يتواجد بريشر بوينت مع الفارسة روزي جيس بينما بيرمونسي مع روبرت أورت ياتينا ثالثا والمركز الرابع هنالك ثلاث جياد بورت دوغلاس ولدينا الجواد تونو بروكي وستاد بينما سابعا هنالك شوغن وجيغن هاجر حتى الآن في آخر الجياد. هنا الجياد تمر من نقطة 1200 متر ولا زال نايجل بشعار فيكتوريوس الحاز على المركز الثالث في آخر مشاركته في كأس العيد الوطني يتمسك بصدارة هذا الشوط. بريشر بوينت هو الآخر الحاز على المركز الثاني في كأس العيد الوطني في آخر مشاركته يأتينا في المركز الثاني بينما بيرمونسي ثالثا تونو بروكي في المركز الرابع وستاد خامسا بينما في المركز السادس يتواجد شوغان المرشح الأقوى والأبرز والمركز السابع هنالك بورت دوغلاس وبينما جيغن هاجر في آخر الجياد. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا زال نايجل هو الذي يتصدر السباق بينما انطلق المرشح الأول. هنالك أيضا شوغان انطلق أيها المتابعون الكرام مع شعار العاديات مع جيرارد موسي والمركز الثاني. هنالك أيضا محاولات من قبل بورت دوغلاس وبريشر بوينت لكن الموج الأزرق شوغان هو الذي يقود الشوط الآن ويتمسك بصدارة هذا الشوط. فعلا أيها المتابعون الكرام شوغان بكل سهولة وريحية يخطف صدارة الشوط السابع. المركز الثاني بيرمونسي بورت دوغلاس في المركز الثالث والمركز الرابع بريشر بوينت. إذن شوغان هو بطل الشوط السابع على كأس ألمنيوم البحرين ألبا.